أعزائي المشاهدين، مشاهدي مساء الأنوار في كل مكان، قضية الساعة قضية غزل المحلة. غزل المحلة يعاني 10 مباريات ب3 نقط وهدفان، وأحرز في مرمى غزل المحلة 16 هدف، وهي كارثة طبعا محلوية. من مدينة المحلة الكبرى معانا جماهير غزل المحلة، نبدأ طبعا برئيس الرابطة المستقيل ونجل الكابتن السعيد عبد الجواد، نجم المحلة ومنتخب مصر السابق حسام السعيد عبد الجواد. حسام، في البداية أنت قدمت استقالتك ليه على الرغم تدعيماتك الكبيرة للنادي؟ والله أنا قدمت استقالتي بعد رجوع الكابتن مصطفى الزفتاوي تاني مرة، لأن ما فيش مدير كورة بيمشي في أسبوع ويرجع بعدها باسبوع. ده يعني ده شيء بالنسبه لي انا غريب، اول مره في حياتي اشوفه في نادي رياضي. وبالعكس، وان مدير الكوره هو اللي جايب ال 17 لعيب يعني و30 نقطه 3 نقط، يعني انا هقعد في وضع زي ده ازاي؟ طيب يعني انت دعمت، احنا عرفنا انك دعمت النادي، دعمت النادي بايه؟ هو يعني انا كان يصعب عليا ان انا اقول كلام زي كده، بس طبعا بعد الاتهامات اللي هو بيوجهها لجمهور المحله بالرشوه، ان جمهور المحلة مرتشي و100 جنيه للصوت و200 جنيه للصوت، انا يصعب عليا ان انا اقول مثلا ان انا عملت صالة جيمانيزيوم للنادي، يصعب عليا ان انا اقول حاجات انا ما ينفعش، مش هقدر اتكلم ان انا دعمت النادي بايه، لان النادي ده هو اللي عمل اسم السعيد عبد الجواد بالنسبة لنا، فممكن اعمل اي حاجة عشان نادي المحل. بس انا مستاء من تصريحاته اللي هو بيعملها، هو ما اداش لنادي المحل حاجة. انت عملت صالة جيمانيزيوم للنادي؟ اه، هو يسأل في الكلام ده. دعمت بادوات في بداية السنة؟ اه لا، في عدم وجوده رحت جبت صاله جيمانيزيوم من نادي المحل، ما كانش عندهم نادي دوري ممتاز ما عندوش صاله جيمانيزيوم، وكان معاه دكتور مجدي وكوك، واحنا بنشتري الحاجه من مدينه طنطا، الكلام ده كله. وطالبت قبل كده يجيب مدير فني وانا ادفع نص حق المدير الفني، راح يقول للناس لا ده بيقول الكلام ده وخلاص، لا انا مش هقول كلام زي كده وخلاص. طيب المحل دلوقتي في رابطه في ورطه، لو رئيس الشركه اللي هو رافض يدعم النادي واللي هو رافض يجيب مدير فني من خارج المحل، لو جاب مدير فني قوي تقدر تساهم مع طبعا اساهم بدون اي شك، عشان النادي ده هو اللي عمل اسم السعيد عبد الجواد. والله اللي بيحصل في غزل المحله ده، يعني احنا بص، احنا من زمان واحنا لسه عيال صغيره كنا بنروح الاستاد وبنشوف غزل المحله، والمحله ما كانت بتتعادل كنا بنعيط، يعني احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل ده. يا كابتن مصطفى، يعني احنا بنحترمك، وانت كنت لعيب قديم في النادي وكنا بنحبك وكل حاجه، بس خلاص يعني كل حاجه ليها حدود، انت ما وفقتش، خلاص غيرك يشوف وغيرك يعمل ونجيب نغير، لكن بالشكل ده احنا كده المحل 10 ماتشات خدت 3 بونت، ايه هتعمل ايه؟ خلاص يعني احنا كده في دموع في عينك على فكره. انا زعلان، انا بحب المحله، انت ما تعرفش، يعني احنا كلنا اتربينا على تشجيع غزل المحله ده، بيتنا غزل المحله ده بيتنا، ما نشوفه بيحصل فيه كده وناس عندها استهتار بيه للدرجه دي، ان هم بيستهتروا بيه للدرجه دي، كل واحد قاعد في مكانه هتعمل ايه تاني؟ هتعملوا ايه تاني؟ انا بتكلم على الكابتن وبتكلم على الاداره كلها، هتعملوا ايه تاني؟ احنا عايزين حل، عايزين حل سريع للنادي، وعايزين حل نشوف نطلع من الورطه اللي احنا فيها بالنسبه لغزل المحله. الحب ما بيتشراش ولا بيتباع، كون ان انا بحب النادي بتاعي، اي حد يتكلم لو هو الكرسي بتاعه، الكرسي واسع عليه، الكرسي واسع على استاذ الحاج مصطفى الزفتاوي، تمام؟ الكرسي واسع عليه، واسع عليه قوي، المفروض يسيب الكرسي
مش جمهور المحله اللي من شاري. احنا بنقول للكابتن مصطفى الزفتاوي من هنا برضو من ارض المحله، مش جمهور المحله اللي من شاري، احنا اللي عملنا مصطفى الزفتاوي زمان. احنا ابناء عاملين غزل المحله، احنا النادي. خليني هدافع عن الكابتن مصطفى الزفتاوي واقول لو الكابتن مصطفى الزفتاوي رحل ايه الحل في المحله؟ انت لعبت 10 ماتشات. هنجيب هنحاول مره واثنين وثلاثه، هنحاول مره واثنين زي المحله ما خد درجه ثانيه وطلعت برضه هنحاول. انا شايف الحل الرحيل التام لمجلس الاداره بالكامل، لان هم خربوا البلد. الناس ديت عايزين صدام ما بين الجمهور والامن، وده مش هيحصل. انا اول مره اشوف جمهور المحله ما بيخشش الملعب، مانعينه يخش الملعب. سياده اللي هو منعنا كلنا ان احنا نخش الملعب. يعني جمهور المحله بروح شجع المحله في التدريبات ولا في ممنوع؟ ممنوع. اي اول مره في تاريخ المحله، انا بقالي اكتر من 30 سنه بشجع كوره، اول مره يمنعونا نخش الملعب من البوابات من بره مقفوله، وهم السبب في اللي احنا فيه ده. ان احنا ما بنهاجمش كابتن مصطفى الزفتاوي في شخصه، احنا بنهاجم اداره فاشله. إدارة فشلت. أنت دلوقتي قلت الكابتن مصطفى الزفتاوي لو مش إيه اللي هيحصل؟ هيحصل كتير. مين اللي جاب الفشل من الأول؟ الكابتن مصطفى الزفتاوي. كان في حد بيتكلم في ما جايب لعيبة غير الكابتن مصطفى الزفتاوي؟ المدير الفني هو المسؤول. المدير الفني؟ لا، المدير الفني مش مسؤول. الكابتن مصطفى الزفتاوي مسؤول عن كل حاجة. رئيس النادي مش بيحب الكورة ومش عايز الكورة وبقول على الكورة حرام. كابتن يمشي يا كابتن، يمشي. ما بحبش الكوره يمشي يا كابتن، ما هي دي مشكله برضه. انت تبقى في دوله زي دي وتقول ما بحبش الكوره؟ انهي كوره اللي حرام يا باشا؟ رئيس نادي بيقول ان الكوره دي حرام، يمشي. يفصلوا النادي ده عن الشرك. اي مؤسسه محترمه عشان تنجح لازم تتفصل عن المؤسسه اللي بتدير. شوف فرج عامر عامل ايه في سموح. احنا قافشه النادي دلوقتي بسبب اداره فاشله وبسبب ناس فاسده. اللي بيحصل في نادي غزل المحله ده حرام وعيب وما ينفعش. والله العظيم والله العظيم يا جماعه، غزل المحله فريق كبير كبير وتاريخ، وما ينفعش يا جماعه والله اللي بيحصل في نادي المحله ده. ازاي من 30 بونت يا جماعه نجيب 3 بونت؟ ازاي يا جماعه؟ والحركه الكبيره، انديه كتير، انديه كانت بتعاني زي بتروجيت كان بيعاني، وفي لسه حتى لغايه المركز ال 11 عنده 8 نقط. يعني الامور سهله، عايزين حلول فقط. يا باشا اصلا ما فيش اصلا لعيبه ولا في جهاز ولا في كوره، ما فيش كوره في المحل، ما فيش ولا حد من المحله اساسا مقتنع بفريق الكوره في المحل. احنا حاسين احنا ما طلعناش الدوري اصلا يا كابتن. احنا بما ماشيين في البلد ونبص نلاقي جمهور من هنا وجمهور من هناك، البلديه قد صعدت، لا المنصوره قد صعدت، لا ازاي المحله كبير اكبر من اي نادي احنا في نظرنا احنا كمحلويه. المحله كبيره، المحله فرقه كبيره وفرقه عظيمه. عايز اقول اللي احنا جمهور، يعني مش اي جمهور، يعني احنا اكبر جمهور في البلد. احنا عايز اقول للكابتن مصطفى لا يرحل ويسيب الفرقه، عشان مش هينفع اللي احنا فيه ده. مش هينفع نبقى غزل المحله، يعني النادي اللي هو بياخد بطولات ما ينفعش يبقى المركز الاخير، وما ينفعش غزل المحله ينزل ده درجه ثانيه. احنا جبناه من البيتسو، ما ينفعش بقى هو ينزلنا ده درجه ثانيه. واحنا عايزين مهاجم ومدير فني. ما حدش يعني ما ينفعش يا كابتن مصطفى، ما ينفعش. ما هو المفروض يرحل. الزفتاوي مش هينزل.